السيسي يعمل ايه؟ انحاز للشعب. طيب قعدنا 40 يوم محتلين رابعة، دكتور اتعور، راجل قطعوا له صوابعه، مش عارف مين في النهضة قتلوه ورموه في حديقة الأرمان. طب احنا نقعد نستنى تبقى في دولة داخل دولة بلد بلا قانون ولا يتم الفض؟ لما جه المفض انا قلت قبل الفض، البرادعي قال مش هنفض. ليه يا توتو؟ لأن البرادعي افتكروا معايا، هذا الرجل النحس منذ أن وطأت قدمه تاني 2009 مصر، هذا الرجل الخمرجي تاني بقوله هو يا مصطفى يا نجار تاني، وتعامر حمزاوي والواد خالد داوود اللي الترمية ماشي على وشه ده، انتوا بتوع البرادعي خلاص، وماجد اللي مش عايز تطلع عشان البرادعي، ومش عارف مين اللي زعلان على البرادعي. البرادعي ده راجل دمر العراق وما قالش حرف واحد على اللي في اسرائيل، القنابل اللي في اسرائيل ما يقدرش لانه سيده امريكا اديله التعليمات. طيب